وصلنا إلى موضوع كان حديث الأمس وأثار المجتمع السعودي ليلة البارح في مواقع التواصل الاجتماعي، وصل الهاشتاج إلى ترند. طبعا الموضوع هو عن الاستغلال أو باللهجة الدارجة معنى الخرفنة. خلونا نشوف هذا التقرير اللي عاد لنا فريق برنامج سيدتي ونرجع لكم. ظهر في الآونة الأخيرة خبر أثار تعجب واستغراب المجتمع السعودي، وهو إقامة العقوبة على فتيات التي يقمن بالاحتيال على الشباب للحصول على الأموال أو ابتزاز الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكما عرفه البعض بمصطلح الخرفنة. وقد تصل العقوبة إلى السجن عاماً وغرامة 500,000 ريال. كما نالت القضية انتشارا واسعا على تويتر، حيث تصدر هاشتاج بعنوان السجن والغرامة عقوبة الخرفنة. وأوضح أحد المستشارين القانونيين أن بعض الفتيات يحتن على الشباب للحصول على بطاقات شحن اتصالات أو المال، مؤكدا أن هذا التصرف تجب عليه العقوبة ولو كانت قيمة المبلغ 10 ريالات. وتناول ناشطون وشباب سعوديون القرار بين مؤيد ومعارض، كما طالبوا بإصدار قرار ضد التحرش من خلال منصات التواصل الاجتماعي. الموضوع أشعل أمس وسائل التواصل الاجتماعي، وحقيقة يعني للتصحيح العقوبة ما هي مثل ما قال الأستاذ المحامي، يعني قال لنا تحت الهواء، والحين رح يبلغكم في هذه العقوبة على الهواء، وصارت عقوبة أكبر وتضاعفت مثل ما شفنا في التقرير. مشاهدي رح نتعرف أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا المستشار القانوني الأستاذ سلطان المخلفي. حياك الله أستاذ سلطان. أهلا وسهلا، الله يسعدك. أهلا وسهلا مروح، حياك الله. وتقول لنا قبل الهواء الموضوع صار أكبر والعقوبة مضاعفة. أي طبعا، هو الموضوع نزل كتحقيق في إحدى الصحف، والصحيفة ما بتعطي الموضوع حقه لأنها محدودة بمساحة معينة. موضوع الخرفنة أو الاستيلاء على الأموال مع تحفظي على العبارة، أنا ما حبذها حقيقة، ممكن نسميه الاحتيال. الاحتيال أو دخول في علاقة من أجل احتيال واستيلاء على مال تصل عقوبتها إلى 3 سنوات سجن وإلى 2,000,000 ريال حسب الفقرة الأولى من المادة الرابعة من نظام الجرائم المعلوماتية، في حال كانت النت مستخدم كوسيلة، يعني من خلال مواقع تواصل أو غيره. أما إذا ما كان النت مستخدم كوسيلة فهنا تدخل في قضية احتيال، وهي جريمة موجبة للإيقاف حسب القرار الوزاري رقم 2000 من الجرائم 20 الكبرى الموجبة للإيقاف. نعم. وعقوبتها غير منظمة وعقوبة تعزيرية. تعزيرية كمان. طيب يا أستاذ سلطان، يعني الخرفنة هي استغلال مثل ما تفضلت وقلت، وهي احتيال بنفس الوقت، ولكن يعني في ناس راضية بهالشيء. أي في ناس يعني أوكي، هي عاجبها هالشيء إنها عادي، يعني تدخل في مواضيع كثيرة، مواضيع علاقات مقابل مبلغ مادي، فهذول يعني حتى هذول نفسهم أيضا لهم عقوبة. أي طبعا، هذا في حال إنه ما تقدم، يعني ما حد حيجي لأنه من حيدور وراه. لكن لو حصل أنه سقط بشكل أو بآخر، انسحب بشكل أو بآخر، وقع بشكل أو بآخر، ففي هذه الحالة يدخل في قضية علاقة محرمة، وهذه نعم. عقوبة أيضا تعزيرية. نعم. قضية دخول في علاقة محرمة. نعم. إيش الوسائل اللي تلجأ لها الفتاة لحتى تقوم بهالشيء هذا؟ يعني إيش أكثر الأشياء الشهيرة اللي لفتت النظر عشان كذا أصبح في عقوبة لهالموضوع؟ هو الموضوع كان من قديم، يعني من خلال بطاقات شحن، من خلال تحويل مبالغ واموال. الان يمكن تطور الموضوع الى موضوع تذاكر وسفريات، لكن ابغى انبه لنقطه مهمه جدا جدا جدا. احنا لما نتحدث عن هالموضوع لا نتحدث عن فتاه تستغل شاب فقط. نعم. وانما نتحدث ايضا عن شاب قد يستغل فتاه، وشاب قد يستغل شاب. يعني ونذكر في فتره من الفترات انتشرت حتى مقاطع كثيره على اليوتيوب وغيرها، انه كان شاب يقلد صوت فتاه حتى يغرر مثلا بشاب اخر، او يستولي على ماله او يحتال عليه. نعم. وهذاك يقوم بالتحويل. فاللي احب اني اتكلم عنه، حديثي لا يتعلق بالفتاه دون الشاب. انا لما دخلت الهاشتاج البارح شفت كثير من بناتنا تقول والله كيف تحمون الشباب واحنا ما في قانون تحرش. لا لا لا، النظام للاثنين. من 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 القاعده القانونيه يجب ان تكون عامه مجرده، ومن آثارها العقوبة، وبالتالي هي أن كل الناس سواسية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
فالحديث عندما نتحدث بهذا الحديث احنا نتحدث عن الشاب والفتاة. ايش السبب؟ ليش؟ ايش الوسائل؟ اسبابها كثيرة جدا، قد يكون علماء النفس والاجتماع هم اكثر الناس اللي يبحثون في هذا الموضوع. عدم وجود اهداف في الحياة، الإنسان قد يشعر بفراغ ما يستطيع أن يملأ بشيء، الخواء الروحي والروحاني أو الفشل كمان أحياناً، الفشل أنك أنت ما تقدر تحقق هدف أو شغل تشتغله أو وظيفة توصل لها. بالضبط. أنا انفعلت مع الموضوع أو وظيفة أنك توصلها، فهذا الشيء يخليهم يعني في حالة فراغ مثل ما تفضلت وقلت، وبالتالي يلجون إلى وسائل الاحتيال. بالضبط. طب عشان نقول أنه فلان محتال، إيش أكثر الوسائل اللي هي موجودة يعني متداولة الآن؟ قد يكون الآن يمكن الموضوع يعني في من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. في من خلال صفات معينة وهذه تدخل في الموضوع، أنه واحد يأخذ صفة راقي شرعي أو طبيب شعبي أو يعيش دور معين عاطفي، أو حتى زي مكاتب التوظيف اللي فيها توظيف وهم يقولك إحنا نوظف. وبالمناسبة قصة التوظيف إذا دخلت في مسائل الاحتيال المالي واستغلال حاجة الشخص المادية قد تدخل في جرائم الاتجار بالبشر، وهذه عقوبتها عاد مختلفة تماما. إذا استغلت الفتاة أو استغل الشاب من أجل في وهو محتاج ماديا واستغلت هالحاجة قد تدخل في جرائم الاتجار بالبشر. وبالتالي الموضوع مش سهل، له صور متعددة، مش فقط أنه فتاة تعيش دور حبيب الشاب أو شاب يعيش دور حبيب الفتاة، لا. نعم. قد الرقية، الطب الشعبي وغيرها. جميل. مؤخرا هذه صدرت العقوبات، ليش من أول ما كانت في عقوبات؟ احنا دائما يعني الحمد لله، بحمد الله السنوات الاخيره شهدت يعني ظهور كثير من التشريعات، ولعل ان شاء الله قريبا نسمع عن قانون التحرش ايضا. كثير من التشريعات صدرت في الفتره الاخيره، والعقوبات اللي غير منظمه وغير موجود لها نظام او غير محدده في النظام هي عقوبات تخضع للتعزير. وبالمناسبه في قضايا التحرش، وهذا الحديث لبناتنا اوجهه، في قضايا التحرش البارحه انا كنت اقرا في مدونات الاحكام الجنائيه عام 34، عندي مجموعة أحكام على شباب حكموا بالجلد والسجن على قضايا تحرش. فيا بناتنا يعني موجودة قضايا التحرش ولها عقوبات قديمة سابقة تعزيرية. نعم موجودة، نعم يعني عقوبات تعزيرية، بس ما صدر نظام مثل نظام الجرائم المعلوماتية. نعم. يحدد. لكن لو تحرش فيك أي أحد بإمكانك أنك تبلغي، وبإمكان أن ينال عقاب من خلال السجن ومن خلال الجلد أيضا، وهذه موجودة في مدونة الأحكام وهي منشورة للكل. كيف يقدر الشاب أو الشابة اللي تعرضوا للاحتيال أنهم يرفعون قضية؟ وين يتوجهون؟ يتوجه هيئة التحقيق أو للشرط ويوجه دعوة هناك. طبعا البعض يقول لك والله الشاب كيف ممكن يجي ويقول لك والله أنا تخرفنت ورجعوا لي حقي؟ ترى يعني الموضوع شوي في احراج ترى. بالضبط. في النهايه يعني انت لما تيجي تقول والله انا تخرفنت او انا مثلا تعرضت لقضيه نسوه واحتيال فيها احراج. صحيح. لكن في بعض الاحيان يكون الشخص مضطر يكون دفع مبالغ، وطبعا في هالحالة طبعا يجب أن نفرق بين قضية الابتزاز وقضية الاحتيال. نعم. إذا كان فيها إيقاع مكروه أو أمر بفعل أو امتناع عن فعل هذه ابتزاز، هذه مستقلة. جيد. نعم. قضايا الاستيلاء أو أنه يدفع بمبالغ بنفسه فيها نوع من الإحراج، لكن في بعض الأحيان لما تكون يتفاجأ مثلا بعد ما يصحى من سكرة العلاقة أنه دفع مبالغ كبيرة الى 300 400 500 600. بس هو في الحاله هذه يا استاذ معليش، انت لما تتكلم عن مثلا انا دخل في علاقه مثلا انه تعرض للخرفنه، تعرض للابتزاز، للنسب او الاحتيال، هنا كمان في عليه عقوبه، هو يعني مثل ما انه سوف يعني يعاقب الطرف الاخر هو ايضا معاقب. بالضبط. هنا يمكن هذا كمان السبب يخليهم يمتنعون عن ال صحيح انه يبلغ. ولا وايضا نظره المجتمع طبعا في حال انه بلغ، اذا كان الرجل تاب قبل هالموضوع قبل ما يبلغ وقطع علاقته وعاهد نفسه واستطاع أنه يثبت هالموضوع، ففي هالحالة هو يخرج من عقوبة العلاقة المحرمة. أما إذا كان مستمر يثبت بشكل أو بآخر أنه أنا والله قطعت التواصل، ما عاد صرت أتواصل، قطعت الاتصال، بلغتها أنه أنا تركتها بالطريق. يعني الكلام يؤخذ بعين الاعتبار أستاذ سلطان؟ أنا لما مثلا يجي الواحد يقول مثلا أنا قطعت العلاقة وأنا تبت، هل هذا كلام لا معقول؟ لازم تكون في وسائل وسيلة إثبات، لازم تكون وسيلة إثبات من خلال رسائل بأي شكل من الأشكال يثبت، وسائل الإثبات عنده متاحة لازم يثبت. إذا أثبت وفعلا ثبت القاضي أن الرجل ترك هالطريق فعلا واقتنع القاضي من هالموضوع، قناعة القاضي أمر مهم، في هالحالة يخرج من عقوبة العلاقة المحرمة. نعم. من قبل أن تقدروا عليه. أما إذا كان مستمر
فلا هو أيضا يدخل في عقوبة العلاقة المحرمة. وإحنا دائما ننادي وأقولها بكل أمانة بمساواة العقوبة بين الشاب والفتاة. إحنا في بعض القضايا نجي نقول الستر، طيب الستر على الفتاة دون الشاب خطأ، الستر على الشاب دون الفتاة خطأ، صحيح. يا يستر على الاثنين يا يعاقبون الاثنين، إحنا كذا نكون عدلنا حقيقة. نعم، من اللي حدد العقوبة لهم؟ هل القاضي أم أنه في قسم شرطة أم أنه في جهات مختصة هي اللي تحدد العقوبة؟ القاضي طبعا، جهات التحقيق تحقق في الموضوع ثم يتحول الموضوع إلى المحكمة الجزائية، هي من تحدد العقوبة في هالموضوع. هنا في السعودية وين الواحد يتوجه؟ كتبليغ، كتبليغ الشرطة أو هيئة التحقيق والادعاء العام يقدم دعوة. تاخذ وقت الدعوه استاذ سلطان ولا انها يعني مثل اي دعوه ثانيه؟ لانه بعض الدعاوى عندنا انت عارف انها تاخذ وقت طويل. اي في مثل هالقضايا عاده ما تطول، والحمد لله يعني نظام الاجراءات الجزائيه اعطانا المدد اللي تحق، يعني حتى المحقق ما اصبح الموضوع مفتوح للمحقق انه يوقف، لا لازم يكون في ايقاف مده محدده، ويجب ان يكون مسبب وبموافقه رئيس الدائره، واذا كان اكثر يكون موافقه رئيس الفرع. فهي منضبطة بالنظام، نظام الإجراءات الجزائية. لو تكلمنا عن حماية الإنسان لنفسه عشان ما يوقع بمثل هذه الأخطاء اللي أصبحت متفشية في المجتمع، كيف يحمي نفسه الشاب أو الشابة؟ أول شيء وأهم شيء يجب أن يكون لك هدف في الحياة، ثق ثقة تامة، لما يكون لك هدف راح تتجه بكل ما فيك إلى ذلك الهدف، ما راح تلتفت لأشياء، هذا أول شيء. الشيء الثاني، نفسك غالي غالي عليك، لا ترخصها لأي أحد، نفسك في النهاية غالي عليك، مو كل من جاني سلمت نفسي، سواء كنت شاب أو كنت فتاة، نفسي غالي علي. الشيء الثالث، قد تتنوع هالصور من خلال وسائل التواصل زي سناب شات وغيره، خاصة سناب شات الآن ما يحفظ، فممكن تتفاجأ أنه أحد واحد أو واحدة يرسل صورة فجأة، انتبه من هالنوعية، واحد فجأة يرسل لك صورة سواء كانت صورة عارية أو صورة كذا أو كذا أيا كانت وانت ما تعرفه، مباشرة اعمل بلوك إذا كنت تشوف أن الصورة غلط، لأنه ما في أي سبب ولا أي داعي ولا أي مبرر لصورة مثل هذه، وقفل الباب، الباب اللي يجيك منه ريح سده واستريح. بالضبط. استاذ سلطان، بعض البنات او الشباب الحين اصبحوا يعني ممكن يرسلون مقاطع، ممكن يرسلون صور مقابل مادي، هذول الناس مثلا لو ما احد بلغ عن الطرفين، سمعنا احنا من فتره انه في عقوبات اصبحت لمثل هؤلاء الشباب او الشابات اللي يمارسون مثل هذه العادات السيئه او السلوكيات السيئه عفوا، كيف يعني الواحد يقدر يصيدهم، كيف يقدر يمسكهم؟ لانه هذول في النهايه هم على المجتمع، لما مثلا وحده ترسل صورتها مقابل مادي او فيديو يعني شيء كبير. طبعا بالمناسبه اذا ارسلت مقابل بمقابل مادي هذه قضيه دعاره، هذه قصه ثانيه، موضوع ثاني. لو ارسلت كذا فقط يعني هل ما راح نجيبهم؟ نفس الشيء مثلا الإساءات اللي تصير في تويتر، بعض بناتنا مثلا أو أولادنا الله يهدينا وياهم يكون حاط اسم مستعار ويعتقد أنه يسيء لخلق الله ويسيء للناس ويقل أدبه ويقذف ويرمي ويتكلم ويشتغل بأسماء وهمية. بالضبط، يتوقع أنه ما حد يجيبه. سيدتي، إحنا عندنا وزير داخلية يحسدنا عليه العالم كله، وعندنا أجهزة أمنية من أقوى أجهزة الأمن في العالم، فككت خلايا إرهابية، فككت خلايا إرهابية، ما تتوقع أنهم يجيبونك يا ابني ويا بنتي؟ الأمر أسهل من ذلك، يعني الأمر أسهل من ذلك، لا تتوقع أنك باسم وهمي ممكن تكتب في تويتر أو ترسل شيء ولا حد بيجيبك، لا لا بيجيبونك، عندنا أجهزة. المقطع اللي انتشر قبل الفترة للشاب والفتاة اللي في السيارة وكانوا بشايلين اللوحات أو مظللين على اللوحات، يعني كان أحد الواحد يوريني إياه ويقول كيف بيجيبونهم؟ قلت أعطيهم يومين، وفعلا ما كملنا يومين الا تم القبض عليهم. اكيد. لذلك من انت في منأى اجهزه، احنا نتحدث عن اجهزه امنيه فككت خلايا ارهابيه رغم احترافيه هالمجرمين، هل تتوقع انهم بيوصلون لك؟ هذا طبعا امر محال. متى ان شاء الله يطبق هذا القانون فعليا عشان بعض الناس المسيئين في وسائل التواصل الاجتماعي يرتدعون؟ القانون مطبق موجود، كل ما تحدثت عنه من الانظمه موجوده. نعم. كلها موجوده ومطبقه، لكن في ناس تروح تبادر، ولكن ما زالت التماديات موجوده استاذ سلطان، وما زالت الاساءات موجوده في كل وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. وما زالوا للحين ينزلون باسماء وهميه او يركبون مقاطع او يركبون صور او يتمادون في اساءاتهم للناس باسماء وهميه. صحيح. وبالتالي هذا دوري ودورك ودور كل شخص واعي انه ما نسمح. انا شخصيا ارحب بالحوار مثلا في وسائل التواصل، لكن ما ارحب بقله الادب او التجاوز. خلونا نكون راقيين، نفتح مجال للحوار، نفتح مجال للتواصل، لكن من دون تجاوز. الناس كلها تناظرنا، صدقيني يعني احنا عندنا، اعتقد انه عندنا مساحه حريه في تويتر مش موجوده برا، لو واحد قال كلمه برا هل قد
فيها سجن وفيها غرامة وفيها تعويضات تصل إلى ملايين. إحنا الأمر أسهل من ذلك، لذلك خلونا يا جماعة الخير نرتقي بأسلوبنا، نرتقي بحوارنا، نصبح أكثر رقي في حوارنا حتى نستطيع أن نصل لشيء ونرتقي بمجتمعنا. نعم، ما زالت في طبعا مساحة حرية كبيرة، وما زال الوعي شوي أقل عند بعض الناس مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة سيئة. نتمنى أنهم بعد ما يشوفون هذه الفقرة والفقرات اللي قاعدة تطلع في أكثر من قناة بأنه الإساءة في وسائل التواصل الاجتماعي جريمة كبيرة ولها عقوبة كبيرة أكيد. وش تقول لهم أستاذ سلطان؟ عيالنا وبناتنا، والله أنتم في النهاية جزء منا وإحنا جزء منكم، لذلك أرجوكم خلونا نرتقي حتى ما يضطر أحد في يوم من الأيام أنه يغلط على أحد. ما تضع نفسك في موقف محرج أنه يجي أحد في يوم من الأيام يشتكي عليك ويطبق عليك نظام، تخسر وظيفتك، تخسر سمعتك، تخسر أهلك، تخسر الناس اللي حولك. خلونا نكون راقين. الشيء الثاني، انتبهوا من قصة العلاقات، ترى في النهاية هذا شيء محرم. نقطة أخيرة، شبابنا قصة تقليد الأصوات النسائية هذه كبيرة من كبائر الذنوب، وملعون صاحبها لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. نعم، وبالتالي العقوبة زي ما ذكرت لك فيها، دام أنه فيها احتيال أو استخدام صفة أو اسم كاذب، نعم، عقوبتها 3 سنوات سجن ومليونين ريال حسب الفقرة الأولى من المادة الرابعة. يلا ادفعوا المليونين ريال عاد. شكرا لك أستاذ سلطان، يعطيك ألف عافية، نورتنا اليوم. متشرف وسعيد فيك، وشكرا للمتابعين الكرام. شكرا لك. مثل ما شفتوا مشاهدينا، شبابنا وشاباتنا انتبهوا من الإساءة في وسائل التواصل الاجتماعي، لأن العقوبة فعلا كبيرة والموضوع ما هو مزحة أو لعبة. كان معنا المستشار القانوني الأستاذ سلطان المخلفي، نورنا اليوم بهذه الفقرة الممتعة. أكيد فاصل قصير ومستمرين معاكم، خلكم معنا.